شكر. إذا موصول للزميل أحمد الباب على آخر الملفات التي طرحتها الصحافة الموريتانية. والآن إلى الموضوع الرئيس في موريتانيا، حيث يعرف هذا البلد هذه الفترة الأخيرة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية وحتى الشعبية حول التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تهدف إلى فتح الباب أمام عهدة رئاسية ثالثة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك قبل انتهاء عهدته الثانية التي فاز فيها في ظل مقاطعة أبرز الأحزاب المعارضة الموريتانية وقتها، والتي تنتهي في صائفة 19 و2000. الجدل بدأ بعدما ألمح بعض الوزراء أمام أعضاء البرلمان إلى إمكانية إجراء تعديلات والتمديد للرئيس الحالي، وهو ما سبب طبعا ردة فعل غاضبة في أوساط المعارضة الموريتانية. وأعيد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أواخر شهر يونيو جوان 14 و2000 لولاية ثانية وأخيرة لمدة 5 سنوات، ويسمح الدستور الموريتاني بإعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة، إذ تنص المادة 99 من دستور البلاد على أنه لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية ب5 سنوات غير قابلة للتجديد مرة واحدة. هذه مادة الدستور التي يراد تحويرها في استفتاء شعبي. تقرير الزميل أحمد ولد بابا وآخر ردود الفعل حول هذه المقترحات. وهم مواد تشوف في قراءة أخرى عن ممن يعودوا في الدستور. قبل سنتين شهر من انهيار الحوار، عادت الأزمة السياسية بين الفرقاء في موريتانيا إلى أوجها، والتعديل الدستوري المرتقب أبرز أسباب الصراع يستحق أن يمدد له. كلمة قالها وزير العدل الموريتاني داخل قبة البرلمان كانت كافية لإشعال فتيل التوتر داخل الساحة السياسية، ودفعت بالمعارضة للانسحاب من الجلسة والمطالبة باعتذار صريح من الوزير. منين تعود؟ أنا ندورك تقدم استقالتك وتعتذر للشعب الموريتاني. ظاهر لأنك سجلت اسمك في الباب باب المتابعة الجنائية لأي حد لا يعتدى ورد على دستوره الموريتاني، خصوصاً في المواد الجامدة. لن أعتذر بكل ثقة، رددها وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولدادة نافيا أي تناقض بين مهمته كوزير في الحكومة والدعوة لخرق أبرز مواد الدستور وأكثرها تحصينا، ومعطيا في الوقت ذاته ملمحا آخر للصراع الدائري بين الطرفين، قائلا إن الشعب هو الأصل. عندي الحق في نعبر عني نساندو وعني نتريي لا أحد من وراي عن رأي على هذا الجمع الكريم عن يتيح الفرصة. أحزاب المعارضة سارعت إلى عقد مؤتمر صحفي جددت فيه موقفها الرافض لتعديل الدستور أو المساس بالنصوص المحصنة لمأمورية الرئيس، وطالبت الرئيس بإقالة الوزراء. وقال محفوظ البتاح وهو أحد قادة المعارضة البارزين إن الأحزاب السياسية قررت قطع كافة اتصالاتها مع الحكومة ما لم يعتذر الوزير عن كلامه. ورأى زميله محمد المولود أن الوزير سقط بدعوته الصريحة لتغيير الدستور وخرق أبرز نصوصه. نعتبر أن السلطة اللي تعود هامة تكفر عن هذه الخطيئة اللي عدلت يا أنت تقيلها للوزارة. ورغم أن الرئيس الذي بالصمت تجاه الأزمة الحالية، إلا أن تأكيد الوزير المكلف بالاتصال تصريحات زملائه بالعدل والمالية أعطت مؤشرا بالغ الخطورة كما تقول المعارضة على عزم الرئيس خلق الدستور ونقد اليمين الذي أقسم به أمام الآلاف من سكان العاصمة. إذا نعود للوقوف عند هذا المقترح قبل الشروع في التعليق عليه. أقرأ على حضراتكم القسم الذي أداه الرئيس الحالي في الفترة الثانية حينما صار رئيسا. قال: أقسم بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأموريتي، بمعنى مأمورية بمعنى عهدات، المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور. جلال، وزير المالية وزير العدل، سمعنا جزءا من خطابه أمام البرلمان، يقول أنا مواطن وأنا أقترح وأدعو المواطنين إلى المناشدة
مناشدة الرئيس عبد العزيز الترشح لمدة ثانية. الكل يعلم أنه حتى المدة الثانية الترشح فيها اللي هو فيها الآن تنتهي في 2019 لم تشارك فيها الانتخاب، لم تشارك فيها المعارضة ومطعون في شرعيتها، ليسها لم يكتفي بهذا، يريد عهدة ثانية بتعديل الدستور. ليش يقول؟ لأنه هناك مجلس وطني دستوري يقول إن التوافقات السياسية قد تكون أعلى من الدستور، وهذا فتوى، هم يقولون فتوى منذ 2009. ما تعليقك على هذه المحاولات اللي ليست في موريتانيا فقط، لكن وجودها في موريتانيا وفي هذا الجو المتوتر ومع وجود معارضة لها بعد شعبي، يعني ليست ضعيفة، يعني ماذا يعني هذا؟ لا، الحقيقة هي ليست لها أي بعد شعبي، هذا مؤكد. معارضة؟ لا، قصدي أن هذه هكذا توجهات نحو تعديل الدستور وإطلاق المناشدة. يعني نعم، بالتأكيد. نعم، هذا المقصود. ولكن القضية سمير هو أنه أولاً هذا يعني يذكرنا بثقافة ما قبل الثورات العربية والانتفاضات العربية، ديدا كل الأنظمة السياسية العربية أن أقل رئيس فيها بقي حوالي 30 عام، يعني والبعض لا يزال مستمر إلى اليوم. ثقافة تقوم على التمديد ثم التمديد. أنت هل تعتقد أنه عبد العزيز الرئيس ولد عبد العزيز إذا عدل الدستور من أجل ولاية ثالثة سيكتفي بها رغم أنها غير دستورية؟ أنا أؤكد لك أنه سيجعل الترشح للرئاسة مفتوح حتى يستمر إلى الأبد وبدون أي تحديد مدة. وبالتالي في تقديري أنه على كل حال هو أحدث أزمة سياسية في البلاد بهكذا دفع لوزرائه من أجل المناشدة لتعديل الدستور، خرق الدستور وأيضا أخل بتعهداته وبيمينه وبقسمه أمام ممثلي الشعب. رغم ذلك في تقديري أنت تعلم سمير أنه هذا الرجل هو أصلا جاء من ثكنة عسكرية وقام بانقلاب أطاح به برئيس منتخب، ثم فرض نفسه مرشحا تقريبا وحيد لرئاسة الجمهورية، ثم أعاد ترشيح نفسه عندما قاطعت كل المعارضات السباق الانتخابي. كان رأيها أن لا تتوفر الحدود الدنيا النزيهة لإجراء انتخابات شفافة يمكن أن تعبر عن إرادة الشعب. ولذلك هذه في الحقيقة ثقافة قديمة، ثقافة ما قبل الثورات العربية، والشعب الموريتاني من حقه أن يدافع عن إرادته في التغيير وفي التحول وفي تجديد قيادته. دكتور أغنية، الاقتراح كما أشار التقرير وحتى جلال الآن أن جاء من بعض الوزراء ولم يأتي لا من الرئاسة ولا من الحزب الحاكم نفسه، هناك صمت تام لا بالإجاب ولا بالسلب تجاه هذا الاقتراح من وزير العدل ووزير المالية. ماذا يعني هذا بالنسبة إليك؟ تقاسم أدوار ما بالضبط؟ أتفق كلية مع جلال فيما ذكره وأسهب فيه. تعود هذا الانقلابي الذي سيطر على السلطة، ولد عبد العزيز الذي سيطر على السلطة بقوة السلاح، وحقيقة ذهب بتاريخ موريتانيا الشعب الطيب والشعب الخير. وحقيقة إطلاقه لهذا السجال حول تمديد مدته رغم أن الزمن ما زال 3 سنوات، نعم، هو عبارة عن بالونة اختبار ويضرب عصفورين بحجر واحد. هو إلهاء الطبقة السياسية بالذات المعارضة وإنهاكها في سجال سياسي عقيم معروف نتائجه وفق ما ذكر جلال أنه سيسيطر لأنه من ضمن منظومة العالم الثالث للأسف شديد التي لا تعترف بالتداول السلمي والبسيط إلى السلطة. أيضا يحول انتباه الشارع الموريتاني والمواطن الموريتاني عن الأزمات الاقتصادية وعن قضاياه التنموية الحقيقية التي من المفروض أن يكون قد ساهم فيها، وهو ما زال للأسف الشديد لا ينفي العسل ويتخلى عن أهله. شكرا شكرا، ونأتي بهذا إلى نهاية هذا البرنامج اليوم الأسبوع. أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور عبد العزيز أغنية، شكرا جزيلا على قبولك الدعوة، أستاذ جلال الورغي شكرا كذلك على قبول الدعوة، شكرا موصول إليكم أنتم مشاهدي الكرام على المتابعة. موعدنا بحول الله يتجدد الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة.